المملكة العربية السعودية تنتقد قرار مؤسسة ستاندرد أند بورس خفض تصنيفها الائتماني، ووزارة المالية السعودية تقول إن الخفض غير مبرر، وتوقعاتهم بصعوبة طمأنة الرياض للأسواق القلقة من الضرر الذي قد يصيب المالية العامة للمملكة نتيجة هبوط أسعار النفط. ومؤسسة ستاندرد أند بورس تبقى على توقعاتها السلبية بخصوص المملكة، وتقول إنها قد تخفضها من جديد خلال العامين المقبلين إذا عجزت الحكومة عن خفض عجز الميزانية بشكل كبير.